لتسليط الضوء على قرار أمريكا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ينضم إلينا الدكتور محمد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور محمد، بداية مرحبا بكم. واشنطن وعدت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن دفعت تعويضات لواشنطن بلغت 335 مليون دولار. كيف ترى هذا الاتفاق؟ أخي، أرى أن هذه واحدة من حلقات الابتزاز الأمريكي تجاه السودان. سبق أن وعد مرارا وتكرارا الدولة السودانية بأنهم سيرفعون السودان من هذه القائمة المشؤومة، وقبل هذا جعلوا الحكومة الانتقالية حينما علموا أن فيها ضعفا بعد الثورة واعترفت بجريمة لم يرتكبها السودان ولم يشارك فيها وهي المدمرة كول، اعترفت حكومة الانتقال بهذا الجرم الكبير وبأن السودان إرهابي، ودفعت تعويضات لا تقل عن 70 مليون دولار. يعني هذا ليس أول دفع دفعت الحكومة من قبل، ووعد من الحكومة الأمريكية برفع السودان، ولكن حينما وجدوا أن هذه الحكومة مسكينة تعترف بكل شيء وتدفع كل شيء فاستمرت مسيرة الابتزاز. ما هو الدافع الذي دفعها أن تدفع تعويضات لواشنطن؟ يعني منذ أيام كانت الحكومة السودانية كما تعلمون تعاني أزمة اقتصادية، يعني من حيث المنطق الأولوية لمن؟ يعني دفع هذه التعويضات أولى أم يعني إقامة مشروعات تنموية تنقذ البلاد من هذه الأزمة الاقتصادية أولى؟ هو الأولى الآن الحكومة، الشعب السوداني يعاني الأمرين، يعني انعدام في كل مكتسبات الحياة ومقومات الحياة لا توجد، ضعيفة جدا، المرض ينهش الأمة، الجوع، كل شيء، فقر مستنقع. يعني ما دخل السودان في مرحلة اقتصادية حرجة كالتي عاشها بعد الثورة السودانية وبعد ما جاء هذه الحكومة الانتقالية. هذه الحكومة تعمل عكس الشعب تماما، يعني تنظر ماذا يريد الشعب وهي تعمل في اتجاهه. الشعب يريد معاش وحياة طيبة، وهم يأخذون هذه الأموال من قوت الشعب، من لقمة الفقير والمسكين، من الدواء، من عيش الإنسان الطيب السوداني، يأخذونها ويعطونها إلى الأمريكان، الشعب الغني في العالم. هم يعلمون يقينا أن الدولة السودانية ليس لها علاقة بأي جريمة إرهابية في العالم مهما كانت، ولكن هذه الحكومة تعمل لإرضاء الغرب عموما وتعمل لإرضاء أمريكا، معظمهم يحملون جنسيات أمريكية. هناك مبررات ساقتها الحكومة، يعني من ضمن هذه المبررات قالت أن هناك مصالح ستجنيها السودان بعدما تم دفع هذه الأموال. يعني البعض يرى أستاذ محمد أن هناك ربما مصلحة تصب في أسهم ترامب المأزوم في صراعه الانتخابي، إلى أي مدى ترى ذلك صحيحا؟ نعم، هي كل الإجراءات أصلا لصالح أمريكا، لصالح ترامب في جولته الانتخابية. في السابق كانت هنالك محاولات لنتنياهو لصالح جولته الانتخابية، كذلك فعل ترامب الآن لتحسين وضعه لأنه مهزوز هذه الأيام يعني بايدن يتقدم إليه في كل الاستطلاعات، فبالتالي لا بد من استدعاء فريسة سهلة الهضم كالسودان في حال ضعفه وهوانه، وبالتالي ليزيد أصواته الانتخابية وينافس فيها. لكن لا يوجد مصلحة للسودان في هذا الأمر. أنت تعلم أخي، هنالك ليبيا مثلا دفعت 3 مليار لتعويضات التفجيرات التي حدثت في لوكوربي، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ ما رفعوا الحصار وإنما ضربوا ليبيا ودمروها عبر الناتو. هكذا سيفعلون بالسودان، هم يأخذون الأموال وربما لا يرفعون اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكذلك يجبرون السودان على التطبيع بعد أن أخذوا هذه الأموال، يقولون للسودان طبعوا مع إسرائيل ثم نرفع عنكم، وبعد أن يطبع أيضا لن يرفع عنه هذا الحصار وهذا الحظر، لأن أمريكا تريد وسيلة لإضغاط وإضعاف هذه الدولة حتى تنهار وحتى تقسمها وتجزئها وحتى تسيطر عليها سيطرة كاملة. طيب دكتور محمد، نعم، كيف تعاطت الأحزاب والقوى الثورية مع التفاهم الذي تم بين أمريكا والسودان؟ الشعب السوداني الآن يضحك في هذا الأمر، يعني لأنه يسمع طحينا ولا يرى عجينا. يعني أمس قالوا إذا الدولة السودانية دفعت التعويضات يرفع الحظر، والآن دفعت التعويضات وحتى الآن لم يرفع السودان من القائمة،
وهنالك قانونيون يقولون أن هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا. الأمر يعرض إلى الكونغرس الأمريكي، وربما الأمر يأخذ بعض الانتخابات الأمريكية. وإنما ترامب ضرب ضربته ليعكس للشعب الأمريكي أنه مع الضحايا التفجيرات، وأنه مع الشعب مع المجتمع الأمريكي يبحث عن حقوقهم، واستفاد فائدته. ولا لا نرى حتى الآن شيئا ولا أمل، يعني حتى الآن تغريدة واحدة فعلها ترامب، والحكومة السودانية تنتظر التغريدة الحقيقية ولم تأتي. فنحن نظن أننا نجري وراء سراب ونبحث وراء شيء غير دكتور ممكن. أخيرا يعني وزير العدل السوداني صرح أن بلاده مستعدة للتعاون مع الجنائية الدولية بشأن قضايا النظام السابق إذا كان النظام الحالي سيسلم البشير، فهل كان ورقة ربما يلاعبون بها العدالة الدولية بعد سنة من الثورة؟ هؤلاء الناس يتنازلون ويتنازلون دائما وأبدا، ويقدمون كل قرب قرابين للغرب دون أن ينظروا إلى الشعب السوداني ماذا يريد وماذا يحتاج. هم يقولون سيتعاونون مع الجنائية، لكن لن يستطيعوا أن يسلموا البشير ولا أعوانه إلى المحكمة الجنائية. هم هؤلاء الناس محبوسون لديهم، حتى الآن لم يستطيعوا أن يقدموا إلى محاكمة ولم يحاكموا في أي قضية، فكيف يستطيعوا أن يرفعوا هؤلاء الناس؟ قادة لهم حاضنة سياسية ولهم حاضنة اجتماعية. هؤلاء الأجانب لا يستطيعون أن يفعلوا هذا العمل، ولكن هم يجتهدون لإرضاء الغرب بكل الوسائل وكل السبل، لأنهم ملة واحدة وربما لأهداف شخصية. شكرا لك دكتور محمد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.